salatu ala selamu ala khayri halkillah ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Şerha minhac-ı mahalli bahsa cüm'i her halde son dersa cüm'i evet evkay. Konya vici izdiham hebe mendikar harası tere secdeyi dün çağacı. Ve men zuhime ani sücudi. Bir izdiham kırını secdeya alel ardi selam kırtın tabbe ma'al imami. قال الإمام في الركعة الأولى من الجمعة ركعة تعاون الجمعة فأمكنه على إنساني أنا ويجيش فلا السجدة بس مرفق مثلا ولكن بني كظهري فإن يقضينا سبشتري أو رجلي يدينا سرليني ومن لحم عن السجود فأمكنه على إنساني إن كنت فعل ذلك فليسكت أحدكم على ظهر أخيه يجمل سبشتر بريف سجده ولا بد في إمكانه إن كانت جودنا السجدة من القدرة على رعاية هيئة الساجد يعني قدرة عمرو رعاية هيئة إنسان قدرة السجدة أن يكون أعلى على مرتفع جيوي إبهر السجدة سبشتر خطي جيوي بلندة والمسجد عليه كبير السيارة سنتي من خفض أو جنوز مكبر يجب أن يكون ضغيرا سنة قطينا سنة كي سجدة ريالشو تريري باشيوي تريري برسلنا بأبيجنا بسجدة كي قايدة كيما كرمانجية بدو سجدة غير سرقو بسر بانا بكبه Yani yani. Le gere gere secdavi jevke nizm tirba je paşya vi nizm tirba. Neymiş paşya vi nizm tirba. Mele Ve ila ayri lem yumkin sucudu ala şeyin imkana secdar çatıştaki ma'al imam bi imam rani kalbinde. Fas sahi ennehu evmer riyan tazir temekkune minu e beklenmiş buke imkana secdeyi. Mele İşaret edip secde nâke yukudretti aleyhîn çift kudreti azûn serkündüneyiz. Ve sani kassahî, kavli sahiha karşı yu'min bir işaret edip secde edip ki aksamayim ki yuhur kaderi en çok çıka imkanı diyecek ki evet, kaptan çok çarptı. Mükemmel mariydi, insanı nefesli ve özgü, maziyeti, ibiyeti intikal ara secde, çift izdiham. وثالث كل اشياء يتخير بينهما مخير لنا بين انتظار مالي مالي حتى هرى حتى سمع على الصحيح صحيح قول أبو راد إن تمكن منه أجل كان مستجد شبه قبل ركوع إمامه بلك إمام على ركوع الثانية ركعة ضدية إن كان مستجد سجد أو سجد بذلك فإن رفع من السجود ملك سجده رابو والإمام قائم إمام شفياتية قرأ أو جد فتعه قوية فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة الملك في ملك فاتحة تمام كمزدحمة ركع معه الفاتحة درجة برد الإمام لها ركوعي على الأصلح الآتي في الأصلح كأولا في قوله قلتنا مصنفة أو راكع يأخذ أو راكع فلا صح يركع معه فأو راكع أو الشهيد رابو إمام راكع به فلا صح يركع يجب فعل مستحن به معه بالنمرة وكمسبوقين وكمسبوقين شما لأنه لم يدرك محل القراءة نجد تجي قراءة أبي كتبت مسبوقين
demek ki rekat kiri çoğut bilmedi yani, kemana yer. Fela sahi yerkavu dibice, ve sani la yerkavu ma'u. Çıma? Lianne o mu'temmin bihi, o imam niyete o ki tamam ki tamamı bir imam et. Bir hali tirayetli, bir hali tirayet okur. Ediyene ki, çünkü bir imam var. Ediyene her şeyi de gülmeli ki. خلاف المسلوقي مسلوقي نفسه مسلوقي ناقيه فيتخلفوا ويقرأوا الشفارة بمينة ويفتحوا بمينة ويسعى خلفه ويبين إمام دواطك هو متخلف بعزه تجاج متخلف بعزه تشكيناه فإن كان إمامه فرغا من الركوع إمام ركوع راقو ولم يسلم سلام لنا هذه سجدة أمونك وافقه وافق إمام فيما هو في مشكل إمام تيدي يعني كان مسلوقي وفي ساكي كتابة ولا نجد في إمام كبير أو أي إمام ظهر وشي ثم فيك سلام إمام بشتر فيدا بجي إمام بشتر فيد صلى ركعة بعد ود بشتر إمام دا وبهذا بذكر قاسي قطع الإمام وإمام الحرمين بها ويقطع كليه وتكير طبعي إمام ذا طبعي إمام شيكو إمام سلام بدأ بجرى بركعة وحتى حتى غيره معه غير إمام تكاد في الدين المسلقة الوجه الصادق وجه الصادق جمه أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه تشريك تكتبه نسلقه ذا على قدر الإمام ناينه وإن سلم فأبطت الجمعة أجل إمام السلام دا جمعة قد يطوف تيتشو لأن الجمعة لم تتم له ركعة قبل السلام الإمام وبني سلام إمام دا ركعة تمام نفسه في سجدة مجيد بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود سيدة راكبة فسلم الإمام في الحال سيف راكبة سيدة إمام سلام دا فيتم هذه بهذا الجمعة الدمى سيدة راكبة سيقول سيدة راكبة إمام سلام دا يركع طريقة يا يركع طريقة كبة ويشكب جمعة تمام كات وفيما قبله وكو السجدة هيرا نبي الإمام سلام دايا دي حالا نكادا أزورة ونفع تمام ولم يمكن السجود إن كان ذي مستحم إن كان ذي سجدة نبو حتى ركع الإمام في الثانية حتى إمام ترك حتى ذي الدية ففي قولي يراعي نظر صلاة نفسي فيسجد الآن Yardım dedik ki ikiye rükû'yı evi çabuk yıldı hiç. Ben de secde yok, kara secde. Dıkıl yok yine ve riayetle nazmanı beş akıbıkça ve secde tutamakta lütfen imam devam dike. Ve ne asar enne ruh, asar ih kavul enne dedi ki, yarka'u ma'u, işte secde fethi ve hara imam ve hara rükû'yı ve yahsibu rükû'u ويحسب ركوعه من أوله هي ركوعه في أول أحاول نيته إمام راني بيا أول ركوعه في صفقة في الأصلاح ثم لأنه أتى به وقت الاحتدار من الركوع ويحسب سيدام أبجا ويحسب ركوعه الأول وخشتنين تي حساب كنا ركعة ويا أول يا أبيا أبكى زمير رجيبا ميريك باتك أو ميريك المستحب أهلين كيف قال لك الضمير راجل بالباكر وما نزل دجم الضمير راجل بالباكر هذه ركوعه ويا اول تي حساب هناك او حساب ذكي ايه مش هو ركوعه وحسابك ويحسب الركوع الاول تي حسابي او حساب كفر تمام لا تحتابي كيواني اتروا ده اتروا ايه وقت الاحتلال بالركوع ثم الضمير راجل بالباكر والثاني للمتابعة وقت الاقتدائي بالركوعي والثاني الركوع هذا الجيش متابعتي فلم سبا فرقعته ملافقتي رقعته ملافقية يعني فرق كبير دفرقة ركوعه
ركعتها ولا والسجود الثانية سجدة ركعتها هي التي تتفيد وإرانة النظرك وتدرك فيها الجمعة في الأصل في شكل يجي ركعتي تمام لبا يجي المجد أي جمعة صدق ركعتي وركعتي واسطة في الحديث السابق فيها الحديث أفضل درباش بو وبو ركعتك تشيب بها تجي من أدرك ركعتك والثاني قولي يقول جبير الله والجبير أكبر أصلاب كما هذه نقصان نقصان يا لنقص يا سنكي نقصان من؟ كل الصح السابق مقابل الصح البهري يحسب الركوع الثاني دون الأولي إذا ركع يحسبك أو يحسبك كما يقول المدة بينه وبين السجود كي متى فركت لنا بين الركوع ونا بين الركوع أو ريوك والسجدة ركحك يفضل متكفك هذا مش بين الركوع أو الجرح وعلى هذا سر في خوي دشي تدرك الجموعة بها بالركعة الجزمة سر في خوي بها هي شوف ركعتها تبقى حساب ترى اللي شو بس ركعت جرى حسابه ذلك الشيء كان لما تيجي من قالوا كي دون كي شو شيء بقى ما لنا شيء مشاش إيه ولا بس فلو سجد على ترتيب صلاة نفسه ترتيب النجاح عاليا بأن واجبه المتابعة في الركوع على القول الأصل وظنف واجبه بكلام متابعة إمامك في الركوع ده وناك شيخ طوانك لبند سجد أخوي وفي سجد أخو دارا ونمج أخو دوامك داكشي يعني ذلك وقير كبير ويدابا بطل صلاته نمج أخو دوامك وإن نسي ذلك المعلوم عنده بدل متابعة إمام واجب أبي أشبكر به أو تهيل ذلك يقول نظام به لم يحسب جنه جنه الأول سجداوي أو الناي حسابه لمخالفته به الإمام شوف كيف سجد أخوي عول مخالفة الإمام كلي كلا متابعة مخالفة ولا تبطل به صلاته لما يجا ويجي بطل لابا لعذبه تمكي معذورة جعله يا جيل جبيتي فإن سجد ثانيا جرد شو سجده أسلب هذا السجود ذي سجد جرد حسابه قال الغزالي كالإمام والصيدلاني وهو المراد سيدا بجبه في حساب قول المحرم فالممسوح سيدا وهم أبض وهو لنا وهم المراد وهم المراد فإذا سجد ثانيا أسي بخاف السجود في سيدا بجبه قال الغزالي كالإمام حرمين والصيدلانين وهو المراد في قول المحرم فالمنقول أنه يحسب فيه إيه ولا آمن فهمه فهم شيء فهمني وهم المراد في قول المحرم فالمنقول يعني كش فانا هات يا نقل كرنا وهو كتب الحسيباء الحساب المراد في قول المحرر مراد قلنا محرر فالمنقول أنه يحسب فيه أي فتكمل فيه الركعة فقط منقولية وهو المراد دي النسخة كامرة تدج وهو يا راست تمام شيء البعد بين تمام تمام دوام بين بدك سيدة ببعض دي أشياء بجي باشا يعني مالي 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 هندك ما هذه براب قدم والأصح وقبل الأصح أبا إدراك الجمعة بهذه الركعة من ملاحقة من ركوع الأولى ركوع ركعة الأولى وسجود ركعة الثانية كما لما تقدم جبو مايك قطر باس كلمة ركعة ملاحقة شيء في جمعة ما في دي جمعة مانا إذا كملت السيدتان وفيها تحب سيدة شيء ببند ذي ركعتها ملفقة قبل السلام الإمام بخلاف ما إذا كملتا هردو سجدة تمام ببن بعد السلام في السلام الإمام دا تشيبها تمام ببن المجا نيجو كنكشتة ركعتها
سعيد فيما ذكر عن الغزالي وغيره بحث كبير بأن كان ذا إذا لم يكسب كله سجده من إحسابه والإمام راكع كما إمام ركع لكون فرضه أو الإمام راكع وإذا لم لأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه فرضا ملك المتابعة فقط إمام أصغ مسافة دريش بيه قلت السجدة بدا ربي جاء إمام وجب أن لا يحسب واجب أكثر نيك والإمام في ركن بعد الركوع إمام جيد ركن فاش ركوع دابا قال نيك صاب بدا سنيور يعني وبعث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بهو بعشرين لأنه إذا لم يحسب سجوده سجدوي نيك صاب والإمام راكع إمام جبياية كما سجدوي نيك صاب لكون فرضه فرض في ابن الزحم المتابعة بتوك إمام كي ركوعي حتى ركوعي جيب نفسي سجدي أطلق هرى سجدي جنابة قرب هرى تطلق إمام وجب أن لا يحسب وجب السجد جيب نيك صاب والإمام في ركن بعد الركوع إمام في ركن في ركوعي دابا واجب السجد جيب نيك صاب قال والمفهوم تكبير في مقرنه من كلام الأكثرين كلام أكثر العلماء أنه لا يحسب له شيء مما يأتي به على غير سبيل المتابعة مالش كان متابعة إمام اشتك بك لبي إمام جي دوام بك داهي جرب شجينا الكتابي مالش وإذ سلم الإمام إمام السلام دا سجد السجدتين لتمام الركعة بجبور ركعة يبدأ تمام ولا يكون مدركا للجمعة مدركي جمعي جنينة آمين وسكت على ذلك سردي سكنية في الروضة في أخو نبوي وقال في شيء المهدى قطع به المصنف أبو إسحاق الشرازي بوي أو يقطع كبيرا هو الجمهور ولو فرغ من السجود الأول من سجوده الأول ولو فرق من سجوده الأول سجد أول خدم فوجد الإمام ساجدا تك إمام فقط شيء سجد فتابعه أو يتابع إمام في سجدتين هل سجد إمام دا أشي بطاله أفد سجدتين عصابي وتكون ركعة ملفقة وتكون ركعته ملفقة تكون ركعته ملفقة ركعة طويلة في القليل يعني حتى ركوعي أوكي جاء حوله وقال السجدة في ركعة الطول ماله في ركعة أول أمام ولم تخلف بالسجود في الأولى تخلف بالسجدة في الأولى في ركعة الأولى ناسيا له السجدة خش بيك حتى ركع الإمام الثانية حتى الإمام شو اگر انسان کرد به وابه بیر یک جی انسان که کرد دالگم به یعنی تنویر آتا ملی حتی رکع الامام مستانی دی فیده کرد و بیرای کرد دو خواهی امام رکع معه و على الاسف امام به هر رکوعی کما سر حدید مصرح جفری على القول الاصلی لذی قطع فيه بعض بعد كيفت أكيد بتاوي ده السجدة مبردة كيف إمام كان ركعي أوي ده ركعي والقول الثاني قول الدين مراعي نظم الصلاة نفسي كالمدحوم وكي إنسان في كتبة ازدحام نكار بها لبندر سيستيم هذا أبي أجي خجبي كريا رعاية النفس المجر وفرق القاطع بالأول يكون به إلا كلام طبيعي إمام ما يتفقف وشكي بأنه مؤصر في النسيان جبير كريني تقصيرات تيكي كلام أنه فيها بولا يتشتت لما مقصر طبيعي إمام فالرويان وطريق القطعي أصره
çetlerime kat'i daha zardır. Yani küçük ve tabi iman. Ekimler. Mâne. Levcu ima an istudûni fiyayil zûmâl. Sassudî zâmi tefsir kulâti kutbûl. İttehâbbûl acûmîle hareketin. Ne al hacı, al hacı, evi zihame al hacı pıra. Al hacı pıra وقيل إن كان معه قطعة أني إمام لا يرقي وقيل يرائد المصرات نفس قطعة أني إنك أجب الجاء إذا يعرض نظم المجر وإنما ذكر الزحام في باب صلاة الجمعة لأنه زحام فيها صلاة الجمعة أكثر من لغة عانس عانس بس أزغلام الرا هذه عمانة خدا